عليكم خوتي اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو باذن الله يلقاكم في صحه جيده باذن الله يا ربي امين. ودابا جبت لكم واحد الشيء هو كيبغيوها الصغار قبل الكبار، جبت لكم لي بات بالكفته والبيشاميل. هانتوما كتشوفوا لي بات الفرماج على الكفته. داك واحد غادي نبداو الطريقه. هو درت الماء هنايا يغلى باش نرمي فيه لي باتي تسلقو. شلت هنا رويس ديال البصله، ان شاء الله. ونبدا اخوتي كلبس عليكم بخير. ايوا الحمد لله، بسم الله غنبدا ان شاء الله. نبداو هاد البصيله تشحر. البصيله هي رويس ديال البصله. الا كان واحد دير واحد صغير، كان مواصلت كانوا صغار ديروا جوج. هاد الاكله تيبغيوها الصغار قبل الكبار، حتى حنا كنبغيو بالاخص ملي كنزوق عليهم بالفرماج الحمر والبيشاميل. يلا بسم الله، التوابل غنبدا لكم. نبدا راس ديال البصله. بسم الله، ندير هنا شويه تاع الخرقوم. الجبير نتاع البزار، درت شويه الزيت، درتو مع بصيله. اللي بغى يدير الزبده يديرها، اللي بغى يدير الزيت النباتي يديرها، كل اللي بغى شي حاجه يديرها. نتحرى هادشي زيت البوطة. ندير دابا شويه ديال القزبر وبعد النفس الرغمة. ندير مليحة، ما نكتروش الملح حيت لي باس بغات تسلق بالمليحة. نديرو الكفيتة، بسم الله، نديرها هاكا نفرستوها. نفرستها هاكا ونخلطها مع بعضياتها. كتجي لذيذة وزوينة. يديرها في العشاء، يديرها العشاء، يديرها اللي بغى يديرها للغدا، يديرها كلها على حساب اللي بغى. نجيب دابا مطيشة، جوج معلقات ديال مطيشة مطحونة ديك تلحق، صافي هادشي هو نخلطو. عاد نبدا لكم تاني نصاوب لكم البيشاميل تشوفوا كي كنديروا ليه ان شاء الله. ها هو جوج تومات، نسيت ما قلتهاش ليكم، سمح لي. جوج تومات محكوكين، ها
وهاد هاد لاصوص هاد الشحر اللي بغينا نديرو في لي بات ما كما كتشوف هاد الشحر نطفيو عليه دابا ونرمي نرمي المقارونيات ديال تفيها بسم الله المقارونية هاي درت الماء ندير مليحه بسم الله ندير لي باتي تسلقو ديالنا هذا كيلو ديال لي بات درنا هذا ديالنا مليح وشويه الزيت درت نبداو يتسلق وغنخليني يتسلق غنوريكم ان شاء الله ها هو صوب البيشاميل انتما كما تشوفوا السيت ديال الحليب ها انتما السيتر ديال الحليب ونديرو البيشاميل دابا نحركو هاد نيتوج تاعي نديرو ان شاء الله بسم الله انا كنشريها طالعه اللي بغي يعرف كيفيه الاصابه يصابها كتصاب غير بالزبده والدقيق الفورص انا اللي بغي نقص عليه الشقي نقص عليه الشقي يصابها هكا واجده والدراري بالاساس تيبو هادي اللي واجده ولي باطرا ما تي هادشي هو وجد لي باطرا ما كيتسلقو حتى توقف ونوري عليكم ان شاء الله ها هو درت هنايا درت دهنت هاد الليمون دهنتو بالزبده ودرت فيه هاد لي بات دابا غندير الكفته بسم الله ندير غير بيت تسمحوا لي باش نتبع مع نجيش نعرفش ندير بالمعلقه غير بيت تسمحوا لي باش نتبع مع كلشي باش منين يتقطع الكراتان كلشي يكون فيه بسم الله ندير داك لي بات الاخرين اللي بقاو نستفهم بسم الله سخونة غادي ندير دابا البيشاميل
بسم الله تاع البيشاميل نديرو حتى هو. هاو نجي صاحو درتك البيشاميل دابا ندير الفرماج الاحمر. تايشهي يلا الا تايشهي عاكون كنت مع الحباب ديالي. ايوا هي من التب ان شاء الله باذن الله نقدم عليكم. يلا خوتي هو هو الكراتان ديال ماماكم بديعه ها هو وجد. ايوا حتى نتمنى تايشهي لذيذ بزاف بزاف ماشي غير شويه بالاخص اللي تيتوحم يسمح لينا اللي كيتوحم يكمل عليه بالخير. ايوا نتوما تشوفوا الكراتان ديالي ها هو لذيذ بزاف بزاف. نتوما تشوفوا كاين عندي مقطع تشوفوا من الداخل كي تايشهي لذيذ. ها هو كما شفتو انتما لذيذ القطه خي وليتكم باش تشاركوا معايا. ها هو لذيذ اخوتي وخواتاتي قولوا لي بالصحه والراحه. ايوا كنشكركم بزاف بزاف من قناه مي بديعة كنشكركم بزاف بزاف اشتراككم واخا اللي قلت لكم حقو ما غاديش نوفي لكم. ايوا كنشكر على الدعم ديالكم داخل المغرب وخارج المغرب يا اخوتي كنبغيكم حبابي وهلي وكلكم كنبغيكم بزاف بزاف وتنشكركم واخا اللي قلت ما غاديش نوفي لكم وتنبغيكم كلكم وتهلاو في راسكم والله يبعد علينا هاد الوباء يا ربي في قريب عاجل يا ربي باذن الله. ايوا السلام عليكم ورحمه الله وعقبه فيديو جديد ان شاء الله باذن الله يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله.